محمود دنيا، ممثل ومطرب شعبي. انا بلعب دور سعدون. سعدون ده المفروض ان هو ولد بلطجي من رجال سيد الحلاق، بيحاولوا ان هم يتبلطجوا وبيبيعوا برشام وبيعملوا مشاكل، وبيحاول في الاخر ان هو يقنع بدريه ان هي تسيب الحاره وكده، ما بتقتنعش، بيحطوا لها في الاخر العرض برشام عشان يخطفوها، ما بيعرفوش يخطفوها، وبيخطفها بعد كده البوب. ما تستعجبش را لا لا لا، ما تستغربش را لا 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 لا، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. مخرج عرض بدرية اتخطفت. عرض بدرية اتخطفت، احنا ابتدينا الاعداد والتجهيز له من شهر اكتوبر 2014، وتم افتتاحه 4/12/2014 في مسرح عبد المنعم جابر باسكندرية. والحمد لله رب العالمين، العرض من تاريخها ومستمر لغاية دلوقتي. احنا دلوقتي في 2017. تم انتقاء مجموعة موهوبة هايلة جدا من اسكندرية، وهم مستمرين، يعني يمكن الحمد لله احنا ما عندناش غير تغييرات بسيطة جدا في العرض على مدار السنتين ونص اللي فاتوا. دلوقتي احنا موجودين في القاهرة، مش بس بنعمل عرض بدرية اتخطفت، احنا بنعمل مجموعة عروض، كمان بنعمل ورش لإعداد الممثل. يعني بنسعى ان يكون هاي موكا اللي من خلالها بنقدم عرض بدرية اتخطفت يكون أكاديمية لتخريج مواهب كتير في الاستعراضات، في التمثيل، في كل الفروع الفنية. ان شاء الله احنا في اعداد وتجهيز لعرض ارواح رايا وسكينة، ده ان شاء الله هيكون في سيزون الصيف، وده هيكون في كوكبة كبيرة من النجوم ومجموعة من الشباب الصاعد. يعني اتعرف بحضرتك، مصطفى سالم المؤلف ومدير مسرح رومانس. هي الفكرة ببساطة شديدة جات لي في الايام اللي احنا عصرناها، بدات افكر في الحال مصر اللي احنا عايشين فيه. نزلت اسكندريه، بدات اكتشف مواهب تمثيليه عايز اعمل فرقه اتكلم فيها اقول حالنا وصل ليه. بدات اكتشف المواهب، ضمتهم للفرقه، بدات اكتب مسرحيه اسمها بدريه اتخطفت. بدريه دي بنقول عمرها ما هتتخطف ابدا. اسمي محمد هاني، انا بعمل دور حميده، دور راجل صعيدي المفروض ان هو معايا واحد اسمه سميده. الاثنين دول بيروحوا عايزين بعتهم البوب، رايحين يخطفوا بدريه من الحاره عشان يقنعوها ان هي تبيع الحاره بتاعتها وكده، وبيخشوا هما الاثنين اغبياء جدا وبيعملوا مفارقات كوميديه في الدور. حماده عبده، دوري ان انا واحد من سكان الحاره، يعني مش راضي على الحارة ومش حابب ان انا اعيش فيها، وحابب ان انا ابيع البيت واطلع بره، هج بره وهاجر وكده واعمل مشروع بره واسيب مصر. بعد كده بالحوارات اللي بتحصل في المسرحية والحارة وكده، بدرية بتحببني في الحارة وبتخليني ارجع اللي انا كنت بفكر فيه، وهو دور فرفوش شوية بقى كده، يعني عامل جو فرفشة في المسرحية. حلمي ممثل من اسكندرية ومن أحد أبطال المسرحية بدرية اتخطفت. دوري أنا حسن، خطيب بدرية، ضابط في الجيش، والمفروض العرض كله كوميدي بتدور حوالين إن مامتها مش موافقة إن احنا نتجوز، وشوية أحداث كتير قوي بتحصل إن هي بتتخطف، وبيبقى أنا السبب في الآخر إن أنا أرجعها. أحمد العطار. دور في المسرحية دكتور اتربى في البلد في الحارة، وبس سافر من 20 سنة أمريكا، وجاي من أمريكا عايز يبيع بيته وبيع ناس وبيع أهله وبيع أرضه. تتصدى له أهل الحارة وعلى رأسهم بدرية اللي هي تلعب البطولة بدرية وطلبة، وفي الآخر الأرض بترجع لأصحابها.